في هذا الفيديو القصير بغيت فقط نأكد على واحد الحاجة أصبحت اليوم ضرورية وأساسية، هو تجهيز مختلف يعني المرافق والمحلات التجارية والقصريات والأسواق بكاميرا ديال المراقبة. علاش؟ لأن اليوم الكاميرا ديال المراقبة أصبحت أساسية، ماشي فقط لأنها كتنتق ولكن لأنها كتأكد وقوع الأحداث وبصور يعني مباشرة وتكون أحيانا صادمة ومذهلة. إذن لابد أن السلطات من بعد الزلزال أو أي فيضان أي كارثة أخرى قد تحل يعني بجهة ما من مناطق المغرب الكبير، لابد أنها تكون صارمة في إحداث هذا النوع من الكاميرات، سواء في الشوارع، في الأسواق العامة، في المتاجر، في المساجد، في المحلات التجارية، في جميع المناطق الحيوية، لأن الدور ديالها مهم ومهم جدا. قبل ما نشوفوا هذا الفيديو هذا اللي كيبين ساعة دقيقة ديال وقوع زلزال في مدينة مراكش في أحد الأسواق التجارية، نترحم جميعا على شهداء زلزال الحوز، رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جناته. Okay.